السلام الله عليكم سيدات، بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال الفيديو اليوم سنتطرق لتتمة الدرس السابع والدرس الثالث من الوحدة الثانية الجماع التقنية الاعتيادية لاديسيون لا تكنيك إجيال المرجع في الرياضيات للمستوى الثاني. نبدأ على بركة الله. تمرين رقم 9، يملك مزارع 179 رأسا من الغنم و28 بقرة و11 حصانا، ويملك خما يحتوي على 249 دجاجة و35 ديكا روميا. ما هو العدد الحيوانات التي لها أربعة قوائم؟ إذا لاحظوا معي، سنأخذ فقط الحيوانات التي لها أربعة قوائم. إذا الغنم لها أربعة قوائم، 179 رأسا من الغنم وثمانية وعشرون بقرة وإحدى عشر حصانا. أما بالنسبة للدجاج والديك الرومي فلديه فقط قائمتين. إذا عدد حيوانات التي لها أربعة قوائم هي، إذا نأخذ 179 زائد 28 زائد 11 ثم نضع العملية عموديا، مئة وتسعة وسبعون زائد 28 زائد 11، 8 زائد 9 17 زائد 1 18، 8 واحتفظ بواحد، 7 زائد 2 9 زائد 1 10 زائد 1 11، 1 واحتفظ بواحد، 1 زائد احتفاظ 2، إذا 218، 218 وعدد الحيوانات التي لها أربعة قوائم. في الأخطاء إن وجدت وأعيد إنجاز العمليات. إذا 4 زائد 5 9 زائد 4 13، 3 وأحتفظ بواحد، 7 زائد 2 9 زائد 1 10 زائد 1 11، 1 وأحتفظ بواحد، 3 زائد 2 5 والاحتفاظ 6. إذا هناك خطأ، إذا سنعيد العملية. 314 زائد 225 زائد 74، 4 زائد 5 9، 9 زائد 4 11، 3 واحتفظ بواحد، 1 زائد احتفاظ 2 زائد 2 4 زائد 7 11، 1 احتفظ بواحد، 3 زائد 2 5 والاحتفاظ 6، إذا 613. العملية الحسابية الثانية، 6 زائد 0 6 زائد 3 9، 5 زائد 4 9، 9 زائد 6 15، 5 واحتفظ بواحد، 4 زائد 1 5، إذا هذه العملية صحيحة، 4 زائد 8 12 ثاني واحتفظ بواحد، 7 زائد 6 13 واحتفاظ 14، 5 زائد 3 8 واحتفاظ 9، إذا هناك خطأ. إذا 574 زائد 368، دائما لا ننسى الوحدات تحت الوحدات، العشرة تحت العشرة تحت المئات، 8 زائد 4 12، 2 واحتفاظ بواحد زائد 6 13 واحتفاظ 14، 4 واحتفاظ بواحد، 5 زائد 3 8 واحتفاظ 9. إذا العملية الأخيرة، إذا 7 زائد 9 16، 16 زائد 22 2 واحتفظ ب 2، 7 زائد 9، إذا هناك خطأ، 907 زائد 9 زائد 76،
تسعة زائد ستة زائد اتنان، اتنان عشرون، اتنان واحد صفر اتنان، سبعة زائد سبعة واحد تسعة زائد لا شيء تسعة. إذا تمني رقم 11 اكتب الأرقام الناقصة. إذا عدد زائد واحد تعطيني عدد وحدتي صفر، إذا تسعة، تسعة زائد واحد صفر واحد صفر بواحد، ثلاثة زائد سبعة عشرة والاحتفاظ 11، واحد احتفظ بواحد، أربعة زائد عدد زائد الاحتفاظ تعطيني سبعة، أربعة خمسة، إذا زائد اثنان سبعة، ثمانية زائد واحد تسعة، تسعة زائد تسعة ثمانية عشر، ثمانية واحتفظ بواحد، خمسة زائد ستة 11، زائد الاحتفاظ 12، إذا زائد واحد 13، ثلاثة واحتفظ بواحد، أربعة زائد ثلاثة سبعة، زائد واحد 8، زائد واحد 9. إذا دون إنجاز العمليات في دفتري أقارن كل مجموعين بوضع الرمز المناسب. إذا 192 زائد 97 أقارن مع 97 زائد 183 كما نعرف أن الجمع البدولي. إذا نساوي 408 زائد 392، 392 زائد 408 إذا أيضا تساوي 402 زائد 131، 451 زائد 515. لاحظوا معي هنا 402 451 131 عفوا 451 زائد 515. إذا قارنا الحد الأول 4 4 0 5، إذا صفر خمسة أكبر من صفر. الحد الثاني 1 5، إذا خمسة أكبر، بالتالي مجموع هذين العددين أكبر من مجموع هذين العددين، بالتالي 402 زائد 131 أصغر من 451 زائد 515. أنجز العمليات في الدفتر ثم ألون السيارة حسب التوجيه. إذا 272 زائد 28، 8 زائد 2 10، 0 واحتفظ بواحد، 7 زائد 2 9 والاحتفاظ 10، 0 واحتفظ بواحد، 2 زائد 1 3، 301. إذا اللون الأزرق. تسعة وثلاثون زائد سبعة وثمانون، تسعة زائد سبعة ستة عشر، ستة واحتفظ بواحد، ثمانية زائد ثلاثة 11 احتفاظ 12، إذا 126، 126 إذا اللون الأصفر. تسعة زائد سبعة وثمانون، 19 زائد 81، إذن 9 زائد 1 10، 0 احتفظ بواحد، 8 زائد 1 9 والاحتفاظ 10، إذن 100 اللون الأخضر. أربعمائة وستة وخمسون زائد 134، ستة زائد أربعة عشرة، صفر واحتفظ بواحد، خمسة زائد ثلاثة ثمانية واحتفاظ تسعة، أربعة زائد واحد خمسة، إذا 590 اللون الوردي. وهناك بعض الطبعات اللون أحمر. يملك علي 200 درهم، هل يكفي هذا المبلغ لشراء اللعبة؟ إذا سنجمع ثمن اللعبتين 120
زائد 69 ستة زائد 18 8 واحتفظ بواحد 6 زائد 8 6 زائد 2 8 والاحتفاظ 9 واحد زائد 20 واحد. إذا هل يستطيع شراء اللعبتين معا؟ نعم. لماذا؟ لأن 188 أصغر من 200. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو، نضرب لكم موعدا في فيديو قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.